قرار انه يلعب كاس امم افريقيا وهذا ما خلى يعني العوده تاعو تتاخر. نظن انه الموسم القادم سيكون افضل وسيكون قطعه اساسيه في نادي وسيواصل يعني يبقى دائما قطعه اساسيه خاصه رغم ذهاب المدرب بيولي لانه مدرب نحن نعلم العلاقه بين بن ناصر يضرب دموع انه فيه علاقه في وداعيه بيولي فيه يقال انه فيه علاقه رائعه بين بيولي وبن ناصر لعب معه ل 123 لقاء وهو رقم كبير بالنسبه لي بن ناصر اللي حمل شارة القياده للعديد من المباريات حتى في دوري ابطال اوروبا حمل شارة القياده ضد تشيلسي. نظن انه رغم رحيل بيولي بن ناصر لن يتاثر وكما ذكرت انت محمد سيكون احسن الموسم المقبل ان شاء الله بيكون يعني عنده الوقت يعمل تحضيرات ويسترجع جيدا وان شاء الله يكون في مستوى جيد. نعم عكس بن ناصر عوار تحوم حوله الشائعات بانه راحل من روما. للأسف حسام عوار يعني بعد ممكن الجميع كان ينتظر أنه يعود بقوة بعد الفترة السيئة مع ليون لكن ما قدرش يفرض نفسه مع فريق روما رغم أن روما هذه السنة ما كانش يعني في المستوى كفريق وتأهل بصعوبة إلى اليوروبا ليج. نادي لازيو أيضا وروما يلعبوا اليوروبا ليج ولكن ظن أن حسام عوار حتى الدقائق القليلة اللي كانت تمنح له ما ثبتش نفسه سواء في المنافسة الأوروبية في الدوري الإيطالي. ممكن حسام عوار لابد عليه يراجع حساباته ممكن يروح الفريق أقل مستوى حتى يسترجع ثقة لأن نظن أن مشكل مع حسام عوار هو مشكل ثقة ما ناش نشاهده حتى مع المنتخب الوطني ما ناش نشاهده حسام عوار اللي كنا نشاهده مع أولمبيك ليون في البدايات أو حتى مع المنتخبات السنية في فرنسا. نظن للأسف لاعب عنده إمكانيات كبيرة. نعم لاعب لديه إمكانيات كبيرة لكن لم يتأقلم في الدوري الإيطالي هذا الدوري الصعب وتحت إدارة مدرب وقال انه هو مسجل نعم عنده دي زيك جيزون سامبل ايل في هذا المدرب تحدث عن جوزي مورينيو لكن في الاخير وجد كما ذكرت صعوبات اصابات ايضا عكرت يعني تالق اللاعب في نادي ليستر. نظن انه من الاحسن انه مثلا يعود للدوري الفرنسي لما لا مثل ما فعل سعيد بن رحمه وتأقلم في الدوري الفرنسي. نتمنى عودة هذا اللاعب الذي كما ذكر عمر يتمتع بإمكانيات رائعة ويعني يكون في أحسن فورمة خاصة مع اقتراب المنافسة القوية بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. نعم إلى عمورة الذي يبدو وكأنه يودع في فريقه البلجيكي سان جيلواز متجها ربما إلى ألمانيا. في المقابلة تكلمنا على عوار أنا نظن عمورة أخطاء خطوة كبيرة في هذا الموسم بعد موسم نسميه مرحلة انتقالية مع نادي لوغانو سويسري الآن مع نادي سان جيلواز موسم أكثر من رائع الإحصائية تتكلم حتى طريقة مغادرته يعني لما شاهدنا خرج كاحتياطي خروجه الجمهور كله كان يصفق حتى المدرب هي تظهر جليا للمشاهد أنه ممكن آخر لقاء له. فيما يخص عمورة نظن عكس ما تكلمنا على العوار اللي لابد أنه يرجع خطوتين للوراء عمورة نظن أنه حان الوقت حتى يخطو خطوة للأمام لأن مستواه ممكن ما نقولش ولا أكبر من فريق سان جيلواز ولكن لابد عليه يعيش تحدي آخر ممكن في الدوري الألماني ممكن في الدوري الإنجليزي في حديث على عدة أندية. نظن أن عمورة راه يمشي يعني إيطاب باري إيطاب وهذا حاجة مليحة بالنسبة للاعب اللي نتوقع له مستقبل باهر إن شاء الله. مباراتي غينيا وأوغندا على الأبواب القائمة النهائية للاعبين لم يفصح عنها بعد هل تتوقع أن تكون فيها مفاجآت؟ يقال انه فيه مفاجآت لا اريد الافصاح عن اللاعبين فيه عدد من اللاعبين المحليين في المتواجدين في القائمه الموسعه صحيح انها مباريات حاسمه او كادت ان تكون حاسمه خاصه وان المنتخب الوطني ادى انطلاقه جيده لديه ست نقاط يلعب امام منتخب غينيا القوي هذا المنتخب الذي يبحث عن خلق المفاجاه والفوز لما لا في الجزائر هذا المنتخب الذي تاهل الى الالعاب الاولمبيه ويضم في منتخب الامال اربع لاعبين ينشطون مع المنتخب الاول يدربه لاعب سابق كان ينشط في الدوري الفرنسي بالتحديد في باريس سان جيرمان وبالتالي منتخب مرعب خلق لنا مشاكل في الماضي عندما ازاحنا من في 2007 بقياده كافالي وفازوا علينا بخمسه جويليا بهدفين مقابل صفر ومنعونا من تأهل كاس افريقيا بعدها في اول تجربه للمدرب التجربه رسميه بطبيعه الحال للمدرب بيتكوفيتش اول تجربه بملعب نيلسون مانديلا والثانيه بنفس الملعب اسمه نيلسون مانديلا لكن هذه المره باوغندا يلعب المنتخب الوطني خارج ديار ونحن نعلم عطينا المفاجآت التي تتوقعها في التشكيلة
مفاجآت التي أتوقعها في غياب رياض محرز مثلا. رياض محرز يقولون بأن نهاية الموسم إصابة في الركبة. نعم إصابة في الركبة بالنسبة لرياض محرز ولو أنه ليست مفاجأة. المفاجأة قد تكون في الدفاع، في دفاع المنتخب الوطني الجزائري. البعض يتحدث عن استدعاء أيوب عبد اللاوي، البعض الآخر شعيب كداد من شباب الوزداد. يقال أنه يوسف الليلي قد يغيب استغناء عن إسلام سليماني. منظرش أنه مفاجأة، ربما يوسف الليلي وإسلام سليماني غير موجودين في القائمة حسب الأصداء، غير موجودين في القائمة. ولكن كل الأسماء معروفة لأنه القائمة الموسعة لدينا. نظن أنه مثلا على الجهة اليمنى الوقت مناسب للاعتماد مثلا على بشير بلومي لأنه فيه مشاكل على الجهة اليمنى، لأنه مع غياب أو مع مشاكل اللي يعيشها اللاعب بوعناني لا يلعب كثيرا رفقة نادي لوريون، فيه إصابة أيضا أو فيه نعم فيه استبعاد أدمه الناس الذي لا يلعب بتاتا، يلعب في الدرجة الرابعة على ما أظن. فيه أيضا في 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 خط الوسط يجب إيجاد التوليفة اللازمة التي حتى تحت قيادة الناخب الوطني السابق كان فيه تغييرات كثيرة في الوسط. يجب الاستقرار على ثلاثي باش نمدوا له الوقت اللازم باش يخلق الانسجام. ايضا في الدفاع فيه مشاكل كثيرة مع غياب رامي بن سبعيني وايضا المشاكل اللي يعيشها عيسى ماندي. نظن انه كل هذا يبقى على المدرب بيتكوفيتش ايجاد الحلول في وقت قصير، وايضا في نفس الوقت في وقت حساس، لانه وقت حساس يجب اخذ الست نقاط باش نكونوا في مأمن في هذه المهمة الرئيسية حتى بالنسبة للمدرب بيتكوفيتش، لأنه يعني يقال أنه الهدف الرئيسي هو الذهاب إلى كأس العالم، خاصة وأنه هذه السنة فيه 10 منتخبات إفريقية ستشارك في مونديال أمريكا سنة 2026. نعم، هل تتوقع أيضا غياب ليلي وسليماني عن هذه القائمة عمر؟ بالضبط، فيه حديث على غياب يوسف ليلي، حتى يبقى رأيي شخصي أنا ممكن كنت نتوقع أن يوسف ليلي كلاعب قدم كل شيء هذه السنة في البطولة الوطنية، أرقامه تتكلم عليه. أنا نظن هيبقى خيار فني للمدرب أكيد، ولكن يوسف ليلي لو يعني لو ما نعتمدوش على يوسف ليلي اللي هو الأفضل في البطولة الوطنية في منصبه، يعني راح تكون نسبة لاعبين محليين قليلة، ممكن فقط في الدفاع الورشة اللي راح تكون في هذا التربص للناخب الوطني الجديد. الناخب الوطني ممكن عنده مجموعة راح يبدأ بها، لأنه ما راناش في وقت التجريب بين قوسين، وقت الآن النتيجة أول لقاء رسمي ولقاء صعب أمام غينيا وفي فترة حساسة من الموسم. دائما الناخب الوطني سواء السابق أو حتى اللي سبقوه دائما تربص جوان يكون صعب لأنه نهاية موسم، اللاعبين يحبوا يروحوا في عطلة. ولكن ظن أن تسيير لقاء الأول أمام غينيا راح يكون مهم ومهم جدا. الورشة راح تكون على مستوى الدفاع، لما لا تغيير الخطة، ممكن لعب بثلاث مدافعين لأنك حتلعب في ميدانك وانت اللي حتبادر في الهجوم. لما نشوفه غياب بن سبعيني والمستوى المتذبذب لموندي وفي نفس الوقت عدم الاعتماد في اللقاءات السابقة على بالعيد مثلا زين الدين، يبقى توغاي فقط اللي راه في مستوى لا بأس به، شاهدناه مع ترجي تونسي في مستوى ثابت، ولكن من سيرافق توغاي يبقى سؤال اللي يبقى مطروح. ورشة بالنسبة لبيتكوفيتش فيما خص باقي المناصب، بشير بلومي أيضا يستحق أنه تمنح له الفرصة. منصف بقرار ما سجلش كثير في الفترة الأخيرة، سجل هدف فقط، ولكن نظن أنه كان يلعب ودائما عنده مستوى بنجح أيضا.